إذا كنت قريت البيان رغم أن وجاء متأخر شوية الليل غادي تفهموا الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. هذا القرار ما عندوش طبيعة لحظية ولا ظرفية، ولا طبيعة يعني المزايدة في المشهد السياسي، لا أبدا، هو قرار شخصي. نعم نأكد لكم بأن هذا القرار يقدر ما كان مفاجئ لكم، كان مفاجئ لأعضاء وعضوات المكتب السياسي وللمناضلات ومناضلي الحزب. انسحابي من الأمانة العامة لا يعني نهائيا انسحابي من الحزب أو من مسؤوليتي كمناضل من رواد أو من جيل مؤسسين لحزب الأسرى والمواطن. الأغلبية منكم عرفوا إلياس العمري قبل حزب الأسرى والمواطن، وعرفوا إلياس العمري وقت حزب الأسرى والمواطن. يالله كتعرفوني هذه ما كان بس سنة ونصف، كتعرفوا إلياس العمري الأمين العام لحزب الأسرى والمواطن. إذا القرار انسحابي من الأمانة العامة كان قرارا شخصيا، ولكن مبني على معطيات موضوعية. ربما إلى حدود اجتماع المكتب السياسي البارح قبل ما يسالي اجتماع المكتب السياسي بساعة، لم أكن مقتنع بالقرار اللي كنت كنفكر فيه، ولكن منين سمعت بتقارير وتدخلات، منين سمعت لتقارير مناضلات وتدخلات مناضلات ومناضلين من المكتب السياسي، خذيت القرار. البارح كان عندنا تقييم لسنتين من انتخابات الجماعية وبالخصوص الأداء ديال الحزب الجماعات الترابية اللي كيترأسها أو شريك في التسيير.